صباح الفل، يوم جديد يعني امل جديد في حياه افضل، مش كده برضو؟ صباح الفل. طبعا صباح الفل، صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا. احلى صباح لحضراتكم ان شاء الله. النهارده هنكون في صباحنا مصري من 8 ل 10 صباحا، انا وزميلي العزيز محمد ترك، على مدار ساعتين مجموعه مختلفه اكيد من الفقرات المتنوعه اللي نتابعها على مدار 24 ساعه ماضيه. ان شاء الله تكون كمان فقرات مفيده، ولدينا بقى حدث الساعه، وبنهني كل الناس اللي في بيتهم ثانويه عامه طبعا وعدوا والدفعه الاستثنائيه بيسموها دفعه تاريخيه، مش كده؟ دفعه التابلت والدفعه التاريخيه، الدفعه القويه جدا اللي اتحدت الصعاب واللي مر عليها في الحقيقه اوقات عصيبه جدا الفتره دي او السنه دي، من تغير مختلف لنظام التعليم، كمان بالتاكيد كورونا والتحديات الصعبه اللي مرت بالدوله وبالتاكيد مرت بكل اسره مصريه. اختلاف الطريقه بقى في الاختبار، انا كنت بعيب على المجاميع اللي هي 100% دي و99 ونص، لانه كان حفظه بدخل اعمل ده. النهارده لا، شيء طبيعي ان يكون عندي حاجات اجتهد فيها، حاجات افكر فيها، ودي مش نهايه المطاف، يعني هي بدايه تجربه، وان شاء الله التعليم في مصر يتحسن يا رب. بالمناسبه ده الهدف، وان شاء الله اولادنا كلهم هيوفقوا لما فيه الخير، وما هياش نهاية المطاف وما هياش نهاية الدنيا. بالزبط. اللي جابوا مجاميع صغيرة، الذين لم يوفقوا، اللي عملوا حاجة، هي جزء من الحياة، تفصيلا من تفاصيل الحياة. عشان كده يعني تقريبا النهاردة أغلب حلقتنا هنتكلم فيها عن الثانوية العامة، عن النتائج، إزاي تختار الكلية في الفترة دي. التنسيق خلاص تقريبا تم الإعلان بشكل رسمي عن المرحلة الأولى، وبعد كده إن شاء الله يوم 21 ده برضو كما تم الإعلان رسميا من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن شاء الله هيبتدي الكليات أو تبتدي المرحلة الأولى ويبتدي التقديمات بقى والتفاصيل دي. إزاي بقى تختار الكلية؟ إزاي اختار الكلية؟ ده الموضوع صعب جدا. هنتفرج على الحلقة عشان نعرف. إزاي نختار الكلية؟ إزاي نعرف نحدد المستقبل على قدر الإمكان؟ إزاي كمان الأهالي تقتنع إنها ما تجبرش الأولاد على شيء معين؟ ومهم جدا إن إحنا نعرف قدراتهم ونعرف هم بيحبوا إيه ويميلوا لإيه، ده طبعًا أكتر حاجة ممكن تخليهم مرتاحين على مدار الأربع سنين. والناس تبقى عملية برضه عشان تشوف سوق العمل، الناس كلها بتروح لكليات معينة، ودايما بتساءل وأنا بدرس هم كل دول هيروحوا فين؟ فلازم عندنا فقرة كمان عن الشباب أخرى، لكن عن تأهيلهم بقى لإعداد كوادر تخدم الوطن. فقرات ان شاء الله متنوعه وكتير يا محمد باذن الله. كتير النهارده. نتابع بقى معاكم بدايه العناوين ونروح لفاصل سريع ونبدا بالعناوين. يلا بينا. الرئيس السيسي وجه بضروره ضمان تطبيق اعلى درجات الامان الدوليه لمحطه الضبعه النوويه ومراجعه كثافه السكان وتخطيط الاراضي حولها. ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة، توجيهات رئاسية بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية في محيط الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ. دكتور مدبولي يؤكد أن التركيز ينصب حاليا على تطعيم العاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا، وينوه لمسؤولية رؤساء الجامعات عن متابعة تطعيم العاملين والطلاب. وزارة الصحة تعلن إضافة عقار من جرعة واحدة لعلاج كبار السن والأورام والأطفال المصابين بأمراض مزمنة. والصحة تعلن تسجيل 123 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة، عدد المتعافين يصل ل 234,878 حالة. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته بعد تركه أفغانستان إثر سيطرة حركة طالبان عليها الأحد الماضي.